بسم الله الرحمن الرحيم. المرة اللي فاتت احنا ابتدينا في الهيماتولوجي كوريكولوم، وابتدينا على الابروتش تو انيميا، واتكلمنا على البيزك فيسيولوجي، وبعد كده هو عرفنا هاو تو ابروتش كيس اوف انيميا، واتكلمنا على الباثوفيسيولوجي اوف انيميا والاوفر اول كلينيكال بيكتشر، وتعلمنا ازاي ان احنا نشخص الانيميا اند هاو تو ابروتش دايجنوزنج انيميا ثرو الالجوريزم. التوبيك اللي هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله هيبقى الهايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا، ده التوبيك بتاع النهارده. البدايه احنا عشان نتكلم على الهايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا احنا محتاجين نفتكر الريد بلاد سيل الكونتنت الاساسيه بتاعتها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين الفانكشن الاساسيه بتاعته اوكسجين كاريج اند ديليفرنج ات تو ذا تيشوز. الهيموجلوبين اللي موجود جوه الريد بلاد سيل بيبقى عباره عن تو كومبوننتس، هيم اند جلوبين. الهيم عباره عن ايرن وبروتوبورفايرين. يبقى معنى كده ان الهيموجلوبين كونتنت اللي هو موجود في الاريثروسايت بيعتمد على الكوردينيتد برودكشن بتاعت حاجات، جلوبين دي نمره واحد، تاني حاجه الهيم بروتوبورفايرين او اللي هي البروتوبورفايرين رينج، ونمره ثلاثه الايرن. يبقى معنى كده ان الهايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا it can result from any abnormality affecting any of these three items. يبقى معنى كده هو لما نيجي نشوف الرسمه اللي بعد كده، الرسمه دي بتبين لنا الميجور كونتنت اللي موجود جوه الريد بلاد سيل اللي هو الهيموجلوبين. اما نيجي نفصصها، الهيموجلوبين عباره عن جلوبين، وزي ما اتفقنا 2 الفا و2 بيتا يونتس سب يونتس، وكل يونت من دول ماسكه في الهيم. الهيم عباره عن ايه؟ عباره عن ايرن وعباره عن بورفايرين. يبقى معنى كده ان اي مشكله في الايرن او اي مشكله في البورفايرين او اي مشكله في الجلوبين it can result in microcytic hypochromic anemia. الايرن ديفيشنسي انيميا اللي هي اول نوع من اسباب الهايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا it is the most common cause of anemia worldwide. يعني كلنا after you graduate the commonest type of anemia that you will encounter for the rest of your life هتبقى الايرن ديفيشنسي انيميا. من الاساسيات عشان نفهم how to treat and what are the manifestations of iron deficiency anemia we need to revise the basic pathophysiology. الايرن اللي هو بيتاخد من الدايت بيستعمل في الماجوريتي اوف ذا ايرن taking through the diet واللي بيبقى generated inside the body اساسا بيبقى incorporated to produce hemoglobin. A smaller amount بتبقى used for synthesizing another proteins زي الميوغلوبين. الباقي بتاع الليفر بتاع الايرن اللي موجود في الهيومن بودي بيبقى stored في حتت معينه زي الليفر وزي الريتيكيلو اندوثيليال سيستم. الايرن in the blood it does not flow freely، لكن الايرن in the blood it is bound to a protein اسمه الترانسفيرين which is produced by the liver. الاماونت بتاعت الايرن اللي بتتاخد في قصادها اماونت لوست. الافريج اماونت اوف ذا لوست ايرن بتبقى من 1 تو 2 ملي جرامز ديلي. اللوست دي بتبقى ثرو ايه؟ بتبقى ثرو الميوكوزال سلافينج اوف ذا باول او من خلال المنستريشن في الفيميلز. وعشان كده هو الايرن ديفيشنسي انيميا ات از ذا كومنست كوز اوف انيميا ان فيميلز. وقلنا ان البلازما ايرن it is bound to the transferrin. يبقى الترانسفيرين it is the major protein which is associated with the circulation of the plasma ion. لكن الايرن stores الايرن بيبقى stored in the form of ferritin. يبقى الفيريتين it is the major protein associated with the stored iron inside the cell. طيب when you eat iron we have two major sources of iron اللي هي الهيم والنون هيم. المقصود بالنون هيم اللي هي الايرن موجود derived from plant sources. النون هيم ايرن بالافكت بتاع ال HCl بيتحول للفيروستيت. بعد كده هو inside the cell، يعني بعد كده هنشوف الدايجرام اللي بعد كده هيوضح قوي انه once it goes inside the cell بيبقى incorporated and stored as ferritin. طيب الايرن دخل جوه السيل عشان يطلع في البلد to be utilized it has to pass through or it has to bind to a carrier protein which is called ferroportin. هنشوف الكلام ده في الديجرام بعد كده، بس احنا دلوقتي we are explaining the kinetics بتاعه الايرن absorption. يبقى الايرن دخل جوه السيل
bound للفيريتين عشان يبقى utilized. It has to go outside the cell. To go outside the cell لازم بيبقى incorporated to a carrier protein اسمه ferroportin. الفيروبورتين ده موجود فين؟ موجود في الانتيروسايت small intestinal cell، موجود في الماكروفاجز، موجود في الهيباتوسايت زي ما هنشوف دلوقتي. وقلنا ان once the iron it goes inside the circulation بيبقى immediately bound للترانسفيرن. يبقى معنى كده ان الترانسفيرن اللي هو كارج للكارير للبروتين بيروح فين بعد كده؟ بيروح في الحتت اللي بيحصل فيها utilization للايرن، اللي هي اساسا موجوده في البون مارو او الاريثرويد بريكرسرز. ولو نفتكر في البروسيس بتاعه الهيماتوبويسيس في الستيجز الاولانيه بتاعه الماتوريشن اوف ذا ريد بلاد سيل، في مرحله بتعتمد على ادكوت سبلاي اوف ايرن، والجزء ده بيعتمد على وجود الترانسفيرن ريسبتورز في الاريثرويد بريكرسرز عشان تاخد الايرن اللي متشال على الترانسفيرن تو بي يوتيلايزد تو برودوس ذا ريد بلاد سيل. في عندنا هنا one of the very important control factors للكينيتكس اوف ايرن is something which is called هيبسيدين. ايه قصه الهيبسيدين؟ الهيبسيدين ده عباره عن بوليبيبتايد او امينو اسيدز بالتايد، وده بيطلع from the liver. الفانكشن اوف هيبسيدين ان هو it acts as a negative regulator of iron absorption. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الهيبسيدين ده هو، احنا قلنا ان الايرن once inside the cell to go outside the cell لازم it has to pass through a carrier protein اسمه الفيروبورتين. الهيبسيدين ده بقى بيعمل blockage للفيروبورتين، وبناء عليه it will prevent the release of iron inside the cells. انهي cells؟ الانتيروسايت والماكروفاجز والهيباتوسيلز والهيباتوسايتس. يبقى معنى كده ان الهيبسيدين it blocks the release of iron from inside the cell through blocking of the ferroportin اللي هو الجيت اللي بيطلع منها الايرن بره السل. طيب يبقى معنى كده ان شيء منطقي انه اي حاجه هتبقى associated with iron deficiency anemia resulting in tissue hypoxia انا I don't need hepcidin. يبقى الهيبسيدين اللي هو بيمنع utilization of iron هيبقى naturally down regulated في حالات الانيميا، لكن في نفس الوقت بيبقى up regulated يعني البرودكشن بتاعه بيزيد لما بيبقى في عندي اكسس ايرن. حاجه من الحاجات المهمه ان الهيبسيدين باي اتسلف sometimes synthesis of hepcidin increases regardless the amount of iron stores. زي ايه؟ ان الكرونيك انفلاماتوري كونديشنز والكرونيك ديزيزز بتؤدي الى البرودكشن اوف هيبسيدين، اند ذاتس واي بيؤدي الى هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا زي ما هنشوف بعد كده. الدياجرام ده هو بيمثل الكاينيتكس اوف ايرن. احنا بناخد يوميا حوالي 1 تو 2 ملي جرامز اوف ايرن، الماجوريتي بتاعها بيروح على الاريثرويد بريكرسرز، وجزء منها بعد كده بيبقى لوست سواء في الديسكريميتد سيلز او مع المنستريشن. لكن في نفس الوقت انا في عندي كونتينوس سبلاي مش من الدايت بس، لكن الاولد ار بي سيز بيروحوا في السبليم بيحصل لهم سيكويستريشن وبيحصل ريليس للايرن which will add to the plasma iron pool. البلازما ايرن بول ده هو بيبقى it's a state of bidirectional flow. البايدايركشنال فلو ده هو لان جزء من الايرن بيبقى ستور في الريتيكولو اندوثيليال سيلز والهيباتوسايتس، بحيث ان البلازما ايرن لما بينقص immediately بيحصل ترانسفير من الستورج فورم to maintain the plasma iron pool constant. وبرضه الرسمه دي بتبين الكاينيتكس. انا عندي هنا التيكن اماونت من 1 تو 2 ملي جرامز اغلبها بتروح على البون مارو to be utilized by the erythroid precursors، وفي اماونت بتبقى lost، والاماونت lost دي بتبقى سواء مع المنستريشن او مع الديسكواميتد سيلز. وفي نفس الوقت الاولد ار بي سيز بتدي it provides to the iron pool، بحيث ان بيبقى في عندي الايرن بول جزء منه موجود في الريتيكولو اندوثيليال سيستم وجزء منه موجود جوه الهيباتوسايت. الدايجرام ده بيبين كويس قوي قوي الكاينيتكس بتاعت الايرن اللي اتكلمنا عليها. احنا قلنا ان في عندنا when you eat what are the sources of iron. السورسز اوف ايرن الهيم اللي هي البروتينز والفيش والليفر والكيدني والحاجات دي، وعندنا النون هيم ايرن. الهيم ايرن بيخش جوه الانتيروسايت
من خلال ريسبتور معين او من خلال بوابه معينه. ولكن النون هيم ايرون الاول بيتحول للفيرست ستيت باي ذا اتش سي ال اند ات انترز ثرو انذر جيت. الاثنين الهيم والنون هيم ايرون بيبقوا ستورد جوه السيل از فيريتين. عشان يبقى يوتيلايزد تو بي يوزد لازم ات هاز تو باس ثرو جيت او كارير بروتين اللي هو الفيروبروتين. اول ما بيعدي من الفيروبروتين بيبقى في البلازما بيمسك على طول على الترانسفيرين وبيروح بعد كده على الارياس تو بي يوتيلايزد. هنا ده الهيبسيدين. الهيبسيدين ده هو الفانكشن بتاعته ات از ا نيجاتيف ريجوليتور، بمعنى ان الهيبسيدين في الحالات اللي هيبقى فيها اكسس ايرون بيبلوك المنطقه دي بالظبط وبيمنع الترانسفير اوف ايرون ثرو ذا فيروبروتين. ويبان ده في الرسمه دي. انا عندي هنا الانتيروسايت الايرون اوف فود الموجود في الفود بيطلع اكروس الجيت اللي هي اسمها الفيروبروتين، وفي نفس الوقت الايرون ستورج بول اللي هو موجود جوه الماكروفاج برضو عشان يطلع بره السيل لازم هيبقى بيطلع من خلال الفيروبروتين. لكن في حالات معينه زي مثلا الكرونيك انفلاماتوري ديزيز الهيبسيدين بيقوم قافل البوابه اللي هي الفيروبروتين سواء اللي موجوده في الانتيروسايت او الماكروفاج او الهيباتوسايت. يبقى معنى كده ان الايرن اللي موجود جوه السيل محبوس مش عارف يطلع، وبناء عليه في الحالات دي لما اقيس السيرب ايرن هلاقيه واطي، لكن التوتال بودي كونتنت بتاعت الايرن بتبقى نورمال. ليه؟ لان الكونتنت از نورمال. المشكله انه الايرن اللي موجود جوه السيل مش قادر يطلع to be utilized. وليه مش قادر يطلع؟ لانه blocked بالإفكت بتاع الهيبسيدين. وهنا برضو دي نفس الرسمة بتبين لنا الجزء الخاص بالnegative regulation of iron اللي هو الهيبسيدين اللي هي اي حاجة بتؤدي الى انيميا او هايبوكسيا. في الحالة دي الـ amount of hepsidine produced by the liver بتقل عشان يحصل normal flow and utilization of iron سواء اللي موجود في الانتيروسايت او الموجود في الماكروفاج to be utilized. والعكس بيحصل لما بيكون في عندي increase production في الهيبسيدين. يبقى معنى كده الهيبسيدين which is act as a negative iron regulator الإفكتس بتاعته ايه؟ بيقلل الـ iron absorption of the intestine، بيقلل الـ release of iron from the storage site في الماكروفاجز، وبيقلل الـ release of iron from the storage sites في الهيباتوسايتس. ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لي iron deficiency anemia؟ اول حاجة increase demands زي البريجننسي او مثلا الستيج اوف رابيد جروث، او الحاجات اللي بيبقى فيها increased iron loss زي مثلا chronic duodenal ulcer menstruation او الكرونيك بلاد دونرز. او الحاجه الثانيه اللي هي decrease في الايرون سبلاي نتيجه الانادكويت دايت او نتيجه certain diseases مثلا اللي بتأفكت الارياز اللي بيحصل منها الابزوربشن اوف iron زي مثلا الكرونز ديزيز. الكلينيكال فيتشرز بتاعت الايرون ديفيشنسي انيميا جزء كبير جدا بيبقى مايلد اند اسيمبتوماتيك، لكن وانس ذا ديجري اوف انيميا ريتشز ا كريتيكال ليفل. احنا قلنا الباثوفيسيولوجي اوف انيميا نتيجه الديكريس اوف هيموجلوبين بيحصل تيشو هايبوكسيا. التيشو هايبوكسيا ات افكتس اول اوف ذا ميجر فانكشنز اوف ذا بودي. يبقى العين اللي عنده انيميا بيشتكي من ويكنس وديزنس، اكشف عليه الي بيل يجي يقول لي ان في ديكريس اكسرسايز تولرانس وايريتابيلتي. كل دي عبارة عن manifestations of tissue hypoxia. هنا بقى حاجة من الحاجات المهمة جدا انه الايرن it is not only an integral part of hemoglobin، لكن الايرن is an integral part of many enzymes working in different body systems. أهمية المعلومة دي ان some people with anemia بنلاحظ انه manifestations بتبقى عنيفة جدا in the form of fatigue, weakness, loss of concentration. وsometimes the symptoms دي بتبقى unrelated او out of proportionate للهيموجلوبين ليفل. يعني ايه؟ يعني ممكن نلاقي مثلا في ميل الهيموجلوبين بتاعها مثلا 11 جرام او 10 جرام which is not bad، لكن بالرغم من 11 جرام دول المانيفستيشنز بتبقى سيفير، تيجي بتشتكي من lack of concentration dizziness وفاتيج وليثرجي. فsometimes you might wonder معقوله ان الهيموجلوبين 11 جرام it is true it is low، لكن هل معقوله ان ال 11 جرام دول ممكن يفسر السيمبتومز؟ The answer is yes، لأن الايرن it is not only an integral part of hemoglobin، لكن it is an integral part of many enzymatic processes working in various body systems. عشان كده هو ان الايرن deficiency الريفليكشن بتاعه ما بيبقاش بس
على الديجري بتاعت الانيميا، لكن بيبقى ريفلكتد على الانزيماتيك فانكشنز انفولفد ان ماني بروسيسز انسايد اور بوديز. One of the characteristic signs of chronic iron deficiency anemia بيبقى عندنا flattening أو sometimes بيبقى في عندنا spooning للنيلز. طب بنشخصهم إزاي؟ blood test. يعني أول حاجة بنعمل الهيموجلوبين هنلاقيه قليل. عادة المين كوربسكولار فوليوم في البداية ممكن تبقى within the normal range، لكن بعد كده هو هنلاحظ إن مع الأنيميا بيكون في عندي low mean corpuscular volume اللي هو تحديدا أقل من 80 فيمتو لتر. Very important thing. أنا ما أول ما بلاقي عيان عنده أنيميا associated with low MCV يبقى أنا بشخص دي hypochromic microcytic anemia. لازم بعدها على طول نعمل iron studies. يعني إيه iron studies؟ يعني بعمل السيرم iron والسيرم ferritin والtotal iron binding capacity والtransferrin saturation. لأنه الhypochromic microcytic anemia it is true. أشهر سبب ليها بيبقى الiron deficiency anemia. لكن في عندي other causes للiron deficiency anemia الhypochromic anemia زي مثلا الانيميا في chronic disease زي sideroblastic anemia زي thalassemia. عشان كده لازم اعمل الiron studies لانها بتفرق لي الاسباب المختلفة من الhypochromic microcytic anemia. عادة في الhypochromic microcytic anemia نتيجة الiron deficiency بنلاقي الفيريتين قليل، بنلاقي السيرم قليل، بنلاقي التوتال iron binding capacity is increased وهنتكلم ليه. One of the very important parameters اللي أنا بعملها أو I should ask for it as iron study في iron deficiency anemia something which is called transferrin saturation. Transferrin saturation ده بنحسبه إزاي؟ بنشوف السيرم iron and we divide it by the total iron binding capacity. هو transferrin saturation ده بيقول لي how much serum iron is bound to the transferrin. على سبيل المثال لو transferrin saturation طلع لي مثلا 15% يبقى معناها ان 15% من الiron binding sites of the transferrin are being occupied by the iron. يبقى شيء منطقي transferrin saturation في iron deficiency anemia هيبقى قليل، لكن في الانيميا في chronic disease هيبقى normal اللي هو transferrin saturation. أمال إيه قصة التوتال iron binding capacity؟ التوتال iron binding capacity is a reflection of the blood capacity to bind iron with transferrin. يبقى لما نيجي نتكلم على البارامترز المختلفة اللي احنا بنلاقيها في حالات الhypochromic microcytic anemia due to iron deficiency هنلاقي الآتي. أولاً أنا كده كده لازم أشوف السيرم iron والتوتال iron binding capacity والtransferrin saturation. يبقى هلاقي السيرم ايرن قليل، هلاقي الترانسفيرنس ساتوريشن قليل، هلاقي الفيريتين قليل، لكن هلاقي التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي هلاقيها عاليه. التفسير ليه التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي بتبقى عاليه؟ لانه اللي بيحصل ان مع الانيميا الليفر برودوسز مور ترانسفيرن بهدف ان هو ات از ان اتمت تو ماكسمايز ذا يوز اوف ذا سمول اماونت اوف ايرن افيلبل. عشان كده التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي بتبقى زايده في حالات الايرن ديفيشنسي انيميا. الدايجرام ده او الجدول ده مهم جدا لان ده بيوريني انا لما بعمل لعيان سي بي سي والاقي عندنا انيميا اسوشيتد وذ لو مين كوربسكولار فوليوم يبقى خلاص يبقى دي هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا. الخطوه الثانيه لازم اعمل الايرن ستاديز. ايه هم الايرن ستاديز؟ السيرم فيريتين والسيرم ايرن والتوتال ايرن بايندينج كاباسيتي والترانسفيرن ساتوريشن. في الايرن ديفيشنسي انيميا كل البارامترز قليله ما عدا التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي بيبقى عالي. ولو ناخد بالنا الحاجه الاساسيه اللي بتفرق لي الانواع المختلفه من الهايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا ات از ذا سيرم فيريتين. ده مهم جدا لان السيرم فيريتين ات از ا ريفليكشن اوف ذا اماونت اوف ذا توتال بودي ستورز. ده مهم جدا الكلام ده هو. التريتمنت بندي اورال سبلمنتيشن لو فرض ان الديجري بتاعت الانيميا مش عنيفه، لكن بيرنج ان كونسيدريشن ان كل الايرن بريباريشن بيبقى اسوشيتد مع كونستيبيشن. لكن سام تايمز لو حصل ان الهيموجلوبين ليفل اقل من 7 جرام هنا لازم ادي بارنترال ايرن، سواء بارنترال ايرن ان ذا فورم اوف ايرن جيفنج انترافينوس اور ايفن بلاد ترانسفيوجن. لكن العيانين اللي عندهم كورونري ارتري ديزيز ما بستناش لغايه ما يوصل ل7، لان لو وصل ل7 الانيميا دي ات كان بريسيبيتيت ان انجينال اتاك. يبقى الليفل اللي انا ببتدي بفكر فيه ادي بارنترال ايرن بيزيد شويه مع العيانين اللي عندهم كورونري ارتري ديزيز، بيبقى في الحاله دي ان الليفل بتاعي ما يقلش الهيموجلوبين عن 10.
تاني سبب من اسباب الهايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا حاجه اسمها انيميا اوف كرونيك ديزيز. انيميا اوف كرونيك ديزيز عباره عن هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا اسوشيتد مع كرونيك ديزيز ستيتس، لان الكرونيك ديزيز ستيتس بتبقى عاده معاها انكريس برودكشن اوف سايتوكاينز اللي هي من ضمنها الهيبسيدين. ايه الاكزامبلز بتاعت الكرونيك ديزيزز؟ اي كرونيك انفكشن زي التوبركلوسيس اوستيومايلايتس، او زي الكرونيك اميون ديس اوردرز زي سيستميك لوبس زي روماتويد، او نيوبلازم زي الهودجكن ديزيز. كل دي كرونيك ديزيزز ممكن تبقى اسوشيتد وذ هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا. طبعا في الحاله دي التفرقه بتبقى من خلال ان انا بلاقي مع اللو هيموجلوبين واللو ام سي في ببتدي اعمل الايرن ستاديز، يبقى انا متوقع ان السيرم ايرن صحيح هيبقى لو، لكن كاركترستيك فايندينج ان السيرم فيريتين اللي هو which reflects التوتال بودي ستورز بيبقى نورمال اور ايفن مايت بي هاي. ليه؟ لان زي ما اتفقنا الاكسبلانيشن اوف ذا انيميا اوف كرونيك ديزيز الهيبسيدين ات بريفنتس ذا ريليس اوف ذا ايرن from the inside of the cell اللي هو stored in the form of ferritin ما بيطلعش بره السيل، يبقى السيرم ferritin التوتال بيبقى normal or even might be high. clinical manifestations طبعا انا مش بستنى عشان اشخص انيميا، لان clinical manifestation بتاعه الكرونيك انيميا اللي هي بتبقى associated مع chronic disease it will be dominated by the primary disease. يعني العيان عنده tuberculosis بيشتكي من symptoms، العيان اللي عنده lupus او rheumatoid بيشتكي من symptoms، لكن القصة ان انا when I do a routine blood count هلاقي ان عندي انيميا hypochromic microcytic انيميا، فمش هندهش لان دي بيبقى اسمها الانيميا of chronic disease اللي هي عادة بتبقى hypochromic microcytic انيميا. تمام؟ في بعد كده نوع نادر من او اخر من احد الاسباب اللي بتعمل لي hypochromic microcytic انيميا حاجة اسمها sideroblastic انيميا. ايه يعني ايه sideroblastic انيميا؟ sideroblastic انيميا بتبقى characterized by excess deposition of iron inside the mitochondria اللي هي موجوده في الاريثروبلاستس اللي هي البريكيرسر اوف ذا ريد بلاد سيل. وعشان كده هو ان السيدروبلاستيك انيميا بتبقى بتتشاف من خلال اكزامينشن اوف ذا سيدروبلاستس اللي موجوده في البون مارو. دي بتبقى نتيجه انهيرتد ديفكت في الميتوكوندريا ات ليدز تو اكسس ايرن ديبوزيشن انسايد ذا ميتوكوندريا وذ ذا ريزلت اوف ايرن ديفيشنسي. مش عايزين نتكلم بالتفاصيل كتير في القصه دي، لكن السيدروبلاستيك انيميا في عندنا انواع هيريديتري وفي عندنا انواع اكواير. يبقى كده خلصنا الثلاث اسباب الاساسيه اللي بتعمل لي الهايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا، اشهرهم ايرن ديفيشنسي انيميا، ثاني حاجه الانيميا اوف كرونيك ديزيز، ثالث حاجه السيدروبلاستيك انيميا، وما ننساش ان من احد الاسباب اللي ممكن تعمل لي هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا الديزيزز اسوشيتد وذ امبيرد جلوبين برودكشن زي الثلاسيميا، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل لما نخش في الموضوع بتاع الهيموليتيك انيميا. Thank you and good luck.